منوره. ده نورك يا حبيبتي. نبيل اخويا قال لي انك بلانه. ما هي كلمه كوافيره جديده على ودنه يا جديده على ودنك، فسمعتيها بلانه. مرمر عندها كوافير يا ناهد. بلانه ايه بس؟ اهو كله حف. وانت هتسيب امك مخطوفه كتير كده؟ هو انا بايدي اعمله؟ اديني محضر الفلوس ومستنيه يتصل. انا من رايي نبلغ البوليس. لو عملنا كده مش هنشوفها تاني. وانت دبرت الفلوس منين؟ كتر خيرها مرمر سلفتهم لي. سلفتك 30,000 والنبي ولا يبان عليها. ايه يا نبيل؟ هو انت جايبني هنا تهزق يا حبيبي ولا ايه؟ ومفتاح يا صابرين ولايميها. شيختنا ده ايه البركه دي كلها؟ ازيك يا صابرين؟ بنتك عامله ايه؟ بخير يا اختي وبتبوس ايديكي. معلش جايه من غير ميعاد، بس كنت عايزه اختي. هي مرمر تبقى اختك؟ ايوه. امال ازاي يا اختي ما كانتش عارفه طريقك؟ معلش بقى الدنيا تلاه. يلا يا مرمر عايزاكي. هخلص مع اختي واكلمك عشان نتكل، عشان انا مش جايه هنا تاني. والنبي يا اختي ما كنت اعرف ان انت اختي المبروكه، سامحيني. سامح ربنا يا حبيبتي، مسوا بالخير. بالسلامة يا حبيبتي. مع ألف سلامة. بس يا ستي، ودي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. دي حلاوة قوي. بس أنا عايز أعرف أنا هستفاد إزاي؟ أنت مش بتقول إنك هتتجوزها؟ المفروض. بس خليك على الهدف ده وساعتها هتورث. المهم الشغلانة تفضل دايرة، ده المهم. يا سلام، مش فاهم يعني ليه المفروض أصدق كلامك؟ إن شاء الله عنك ما صدقت. غيرك هيصدق محسن جوزها اللي أول ما يعرف إن تحت القبة 28 مليون جنيه مش هيفرط فيها بالساهل. خلاص خلاص، بس هدي نفسك شوية. أمال الله، الكلام أخد وعطى. لا، الكلام معايا أخد بس. هو أنا جاي أقول لك سلف لي فلوس ولا عايزة منك مصلحة؟ أنا بقول لك عقلها لا أكتر ولا أقل. خلاص خلاص، من دلوقتي أنا تبعك. بس فاهميني أعمل إيه؟ اطلع على شقتها. حاضر حاضر. ما تهدي شويه يا شادي، خلينا نعرف نتصرف. نتصرف؟ نتصرف في ايه؟ اشمعنى بناتي؟ اشمعنى انا؟ دي متدبره. مات الكلام يا صبري. ومين اللي هيدبرها لك يا عينيا؟ واحده منكم. ليه؟ عدوينك ولا بناتك احلى من بناتنا وبيشتغلوا اكتر منهم فبنزاحهم؟ قول لنفسك، ولا يمكن عايزه تكتري ايامك اكتر واكتر. انا مش هعصب نفسي يا شاديه. كملي يا مديحه. وهري وانكت معاكي كتير، ليكي جوز مسرحك يرد عليكي. وخدي بقى اخر كلمتين عندي. انا اول ما يوصل الوحش الصغير هسافر احج وارجع تايبه كده وخلاص. الموضوع ده بح، هشيله من دماغي خالص. اتجوز وتوبها واكسب فيها سواد. حج يا حج الجمل والبردعه، تروحي بذنب ترجعي باربعه. خلاص بقى يا شاديه. طبعا، ما انت لازم تحملها زي العاده. ام الواد بقى، ام الواد على نفسها يا عينيا. احنا لا ناقصين ايد ولا ناقصين رجل، نحبل من بكره الصبح. مش عايز اسمع صوت واحده فيكم. حد فيكم ورا البنات اللي اتمسكت دي؟ من غير لوعه. كده يبقى لازم نفهم ايه اللي بيحصل. يخرب بيتك يا عليا، وانتي مركبه وينش؟ السلام عليكم. انت ما نمتش ليه؟ ايه ده بجد كده على السخان؟ ايوه مفيش وقت، احنا المشوار طويل، وانت بكره الصبح اول حاجه لازم تعمليها تروحي لاخوكي وتقولي له اللي احنا اتفقنا عليه. تصبحي على خير، خدي بالك من نفسك. ها استني،
عايز اقول لك على حاجه، احلامي احلام حلوه. احلامي احلام حلوه. كتر البص في المرايه بيجنن، وخصوصا في الضلمه. يا وليه خضتيني. الحق عليا ان انا بنصحك. ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ داخل الحمام. طب بقول لك ايه، انا عايزه اخطف اسعايل. يا لهوي، وانا اتاكد منين انكم انتوا اخوات؟ انت مين اصلا؟ رد علي، انا اتاكد منين انكم اخوات؟ ومش معتعملوا لعبه علي. استفاد ايه لما نعمل لعبه عليك؟ ما معرفكيش اساسا. تستفاد ايه؟ لا ده سلو العيد. طب طلع البطاقه من جيبي. سيد نفيسه برضو تك. انت مين بقى؟ دي بنت عمي. واسمه ايه يا ماجدة؟ يطلع علينا الصبح بس ويحلها الف حلال. ما تتمسي بقى وتقولي يا ماسك، ولا اجي اديكي علقه تمسيكي. خليه يعملها وانا اروح معاكي القسم حالا نعمل له محضر وحشها ضده. انت ايه اللي رماكي علينا تاني؟ انت ايه اللي جابك هنا يا وليه انت؟ تاني؟ هتطول لسانك تاني؟ ماشي، ليك ست بيت يترد عليها. سبت بيت مين يا وليه يا ناقصه؟ ودي عرفتها منين دي يا محسن؟ خير؟ انا قابلت الراجل اللي دليني عليه هنا. استني تعالى ما نسال الشيخ. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا قابلت من يومين ثلاثه كده شيخ هنا اسمه الشيخ نصر، تعرف فين اراضي؟ الشيخ نصر؟ وده شكله ايه الشيخ نصر ده يا بنتي؟ هو ابيضاني واصلع وعنده شنب وزبيبة صلاة كبيرة قوي في راسه. يكونش قصدك مهاود؟ وهو مهاود ده يبقى شيخ برضه يا بنتي؟ ما هو عنده زبيبة صلاة كبيرة قوي وقابلناه هنا في الجامع. هو يعني كل من عنده زبيبة صلاة يبقى شيخ؟ يا بنتي مهاود ده يبقى تملي الميضة. عامل المراحيض؟ بالظبط كده. طب معلش انا عايزه عنوان. انا حره اعمل اللي انا عاوزاه. انا حره ده تعالوا ابن عبد العزيز مش ماجدة. وده اسمه ايه ده؟ خف الدم دمك يلطش على فكره. اسمه النفدي بالذات، ما فيش حاجه اسمها له حره. بتهربي الواد ده ليه يا ماجدة وتعرفيه منين اصلا؟ ما يخصكش، وفي الاول والاخر احنا جرايب وما يصحش نعمله في الجرايب كده. لا يا شيخ. اخرس انت. عندك حق، خلاص انت يا شحاته. بس اقولها لك يعني، لا يا شيخ، ده احنا الثلاثه كده والرابع اللي مرمي فرشته ما وراش حاجه في حياتنا غير ان نطلع مرايه لبعضينا، وما اظنش في اقرب منا قرايب. اضرب دماغك في الحيط. واضرب دماغ انا ليه؟ اضرب دماغه هو وهو يقول لنا على اللي فيها. على فكره انا ما اعرفهاش اصلا ولا في بيني وبينها اي حاجه. امال كان بتهربك ليه؟ انا اللي طلبت منها تعمل كده يا معلم. نعم، ورشمانة ان شاء الله. عشان ده يبقى اخويا. انت عرفتي الكلام ده منين؟ طلعت على الغيب. والله لو الناس تبطل اسئله هيستريحوا. اللي انا بقوله ده صدق ولا كده؟ هو ده مربط الفرس. انت جايه بقى من مصر لحد هنا عشان تهدديني؟ لا، عشان عقلك. عقل ايه؟ فين العقل ده لما امشي ورا جنان اللي جوه دماغ بوسي دي؟ وانتي ليه معتبراه جنان؟ لا، مش انتي بتصدقي في العلم؟ طبعا. طب يا ستي، العلم بيقولك ان دايما في 1% شك. اعتبري بقى ان 1% شك ده ان كلامك انتي هو اللي غلط.
هي وصية بوسي ايه؟ انا ما قريتش وهي ما حكتش. وانت بقى هتستفيدي ايه لما انا انفذ كلامك؟ انا انتيمت اختك، روحنا في بعض، واكيد طبعا هيطولني من الحب نايم. دول 28 مليون. انت شكلك مثقفة وبتفهمي، وانا عندي ليكي سؤال. اسألي. مرسي راجع؟ يعني ايه؟ محمد مرسي هيرجع يحكم مصر؟ طبعا لا. ولا جدة سيد نفيسة هترجع؟ خدي مني بقى الكلمتين دول وروحي قوليهم لبوسي، قولي لها هند مش هتنفذ وصايا ومش هتمشي ورا كلامك تاني. بشوقك. بس ما ترجعيش تعيطي. خد هنا. بتكلمين انا؟ في حد غيرك مرمي في الصاله؟ نهارك مطايم بطين والمصحف. اخرس وخد هنا، عايزك في مصلحه. يعني ايه؟ خلاص وحقي، حقي راح منك ده؟ ما خلاص يا فاروق، حقك اتاخر وشحنه الخشب كلها من نصيبك. هنعمل لك ايه زياره عليك ده؟ هقتلك وجوز اخت عشان ترتاح. واللي في وشي ده تاني؟ ما خلاص يا فاروق، مش من جمال وشك يا اخي زعلان عليك قوي. بس ده يبقى ظلم، والخشب ده مش كفايه انه يبقى حقي راجع لك. انت بتهري في ايه؟ ما الكبير قال لك خلاص حقك رجع لك. اخويا ما حدش هيلمسه. بعد اذنك يا كبير، انا هاخد اخويا ونطلع نشم هوا بره. يلا محمود. أنا كمان دخل أنام. يعني ده آخر كلام؟ أيوة فاروق، واتكل على الله دلوقت وروح شوف لك بعل الخشب. على الله. أنت هتعديها بالساهل كده؟ إن ماجدة هي اللي كانت هتهرب أخوه؟ قصدك إيه؟ أقصد إن شكل العظمة كبرت وما عدتش قادر تميز. تصبح على خير. وعشرين مليون هند، 28 مليون جنيه هند. الله، طب تحفظها ولا ايه؟ لا ابدا، بس البيت اللي انا شفته ده ما يديش ان اصحابه معاهم حتى 1000 جنيه، مش 28 مليون. البخل بعيد عنك. لو واحده معاها ورث بالرقم ده تهرب ليه يا غاليه؟ سبحان منك جت منها يا محمود. المهم بقى يا ابن امي، تاخد بعضك وتمشي من هنا، والحمد لله انها جت على قد كده. امشي. امشيش ليه يعني؟ بس مش الاول تفهمني ايه الهلومه اللي انت بقيت فيها دي؟ لا هلومه ولا دياوله، انا حيالله شغال معاه محمود. على ايه انا؟ شغال معايا وانت جوز اخته. تخليص رقبه وحياتك. يلا يا محمود، خد بعضك وامشي من هنا. بص يا منصف، عايزني امشي يبقى تحكي لي كل حاجه من طقطق لسلامه عليك. برضه عمالة تلف وتدور عليا، اشمعنى جالك انت؟ انت كيف تستدرى تمسكني كده؟ رد عليا احسن لك يا مجدة، اشمعنى جالك انت؟ خاف منك يا دكش، وانا الوحيدة اللي لو هربت وانت عرفت مش هتعمل لي حاجة. طبعا صح، من الهفية اللي مستوطية حتة وكل شوية تنط من عليها براحتك. ما تقولش كده، مال الحب بس ومال اني مستوطية حيطك؟ او الحب ليه؟ هو اللي جايبني ورا، هو اللي كسرني قدامك ومخليني مطاطي وساكت وما بعرفش اقول لك لا. لو هتفتكر يا مجد اني مصبرني عليك كل ده الورث، انا وحماته وشحاته ممكن نتفقوا عليكي ونقتلوكي، وساعتها الورث يرجع لنا. أنا مفيش حاجة مصبراني عليكوا كل ده غير الحب. عشان كده يا مجدة أنا بقولها لك كلمة أخيرة، أنا زهقت وطفح بيا الكيل ومش هقدر أكمل في اللعبة دي تاني.
قدامك شهر يا ماجدة هتتطلقي يا بكفاية عاد لغاية هنا، وساعتها أنا وحماته هنتصرف. ماشي يا دكش، مش هنتحدث دلوقتي عشان شكلك معبي، بس كلمة أخيرة أنا اللي هقولها لك. مين قال إن الورث في البنك؟ موتي ما هعمل لكمش حاجة. تصبح على خير يا أبو عمو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أبوها ولي؟ من أولياء الله الصالحين، وعشان الجثة ترجع مراتك معها وصية لازم تنفذها. بس هند مش من السهل إن حد يجبرها تعمل حاجة. والله بقى انت وشطرت، وخلي بالك انها لو ما نفذتش انت هتضر في الرجلين. اصل بوسي خدت خبر بموضوع التركيبه، وبوسي مش هتسكت. يا دين النبي، كل ده بالظبط كده، وكل الورث ده تحت ايد الست ماجده. وانت بقى والست ماجده في بينكم نظام يعني؟ بنحاول. طب يا اخي ما تشبطني معاك في المصلحه. مصلحتي ايه؟ بقول لك يا محمود، الحكايه مش ناقصه لعبكه. روح الدره في الحته اللي كنت فيها. يلا امشي قدامها يا محمود. ماشي، تشكر ابن والدي. نزلنا هنا يا اسطى. ليه بس كده حصل ايه؟ لا موضوع بس كده افتكرته، وبعدين اجرتك انت خدتها يا اسطى. شكرا. انا قلبي مش مستريح للراجل مسح الكابانيهات ده. هو صدقي بقى، ولا انا والفاكره ترى يلعب في عيبي. يكون شيء من الراجل اللي بتتكلمي عنه ده نصاب زيك. نصبوك على مشنقة دبزويلة يا بعيدة. الله، ما تنقي كلامك يا مرمى. يا بنت ما صوتش، أنا بس خايفة لحسن باب الأمل ده كمان يتقفل. ما تخافيش، أنا شايفة بعناية دول بيطلع جني من جدة أحمد، ومنه لله بقى موت القرد. بنت يا مرمى، أنت عايزة الواد اللي في بطنك ده؟ أمال هرميه يعني؟ طبعا ده ضنايا. انا يعني بس بقول لو ما عرفتيش توقعي الواد وتخليه يكتب عليكي اديهولي، هكتبه باسمي انا واحمد. ارمي ضنايا بردك يا ام ام، يعني بقى رمينا الاب والابن. لا طبعا، انا بس اخلص من العفريت اللي عليا وافضل اهو. بيتصل. الو، كنت بتسنكح انا واختي شويه وحشين بعض وكده. خير، انت فين؟ في ايه؟ طب انا جاي حالا. جوزك اتهبل يا ام ام. في ايه؟ عايز اخوات نبيل يشهدوا عليكي في الاسم. يا لهوي، لا اله الا الله. اعقل بس يا عم الشباب. بقولك ايه، ربنا هيغضب عليك عشان بتتبلع على المبروكه. يا مثبت العقل برضك هتقولي مبروكه؟ يا ست الكل، احنا نصابين نصابين. استغفر الله العظيم يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلتلك اني نويت اكفر عن كل اللي سكت عليه. سكت عليه؟ طب فوت بقى قدامي، فوت لينا مطرح نتحاسب فيه. مش رايح في اي حته غير لما يجوا معايا على الاسم ويشهدوا. بقى كده؟ بقى كده. بقولك ايه يا صابرين، انا بديت اتنرفز. وانا بقى لو اتنرفز أيوة. هلبشتك البيت باللي فيه. اتصرفي. تمام. ايوه هنا كده. تقولي بحاجه تانية مبروكه؟ تشكري يا حبيبتي، تتمسوا بالخير. يسعد مساك. جاي معانا؟ لا انا هبيت هنا وهكلمك الصبح. خد الباب في ايدك. بتعادينا انا؟ بتعادينا انا يا احمد يا عرنوس؟ دي ليه ما قامت يا جدعان؟
بعديك يا ام، انا مش عايز غير ان ربنا يرضى عننا. كفايه قوي بقى لجيراننا من تحت راس اللي عملتوه واللي بنعمله. وانت من امتى عرنوس بيطلع لك حس؟ الله يرحم. ايوه اديكي قلتيها يا مرمر، انا عمري ما طلع لي حس، عمري ما قلت لها غير اه وحاضر واللي تؤمر بيه. لما هربته هربت معاها، وقفت جنبها وساعدتها. كانت ايه النتيجه غير ان ربنا غضب عليا؟ يا شيخ ده انا كنت هروح فيها، روحي كانت بتتسحب مني، شفت الموت بعيني. وبعد كل ده لسه بحبها وبعمل كل ده علشانها، وهعمل كل ده عشان ما تمشيش في الطريق النجس اللي هي ماشيه فيه. يا دي النجاسه اللي بقت عامله زي اللي بنى في بقك، وانت عشان تحميني توديني في داهيه؟ اه عشان تكفري عن كل اللي فات. ماشي يا ابو حميد، منك ليها بقى، مدخلنا وسطيكوا ليه؟ عشان انتوا السبب في كل اللي حصل يا مرمر. اه جوزك باين انه مش ناوي يجيبها لبر ايه. طب بص يا ابو حميد، اسمع بقى مني الكلمتين دول، اسمعيهم انت كمان معايا. ربنا شاء وجمعنا من غير معاد، على عيني وعلى راسي اللقى نصيب، لكن هنسوق العوج، ولقانا ده هيجي عليا بضرر؟ لا، العفريت اللي خرج منك ده هرجعهولك، وده طبعا قبل ما تفلك مطرح ما انت حاطط رجلك. بتبصلي ليه؟ فاكرني احوش عنك؟ لا، ده انا هساعدها يا روح نن عين ام ام من جوه، وزي ما اهل زمان قالوا يا روح ما بعدك روح. بقولك ايه يا عرنوس، طالما انت مبيت غدر يبقى فارق. بقولك فارق. عرنوس بيهددك؟ ده كان زي لقمة العيش يتحط جنب الحيطة بعد ما يباس. انتوا السبب، اهدي بس، انت هتعملي عقلك بعقل شوية ورق. ده مش شوية ورق، ده الكتب السبت العطران السحر اللي خلوا بنتي بتتلبس كده. اهدي ان شاء الله هيعقل. سابني يا مرمر ومشي. معلش، اهدي ان شاء الله هي. اهدي يا امي، يعني انت اخو منصف والوحيد اللي عارف تمامه ومدخله وملكته. انت عرفت الحكاية دي منين يا؟ اسمك ايه؟ خدمك محمود نفيسة. عرفت حكايتنا منين يا محمود؟ يعني الغريب دليل السؤال، سؤال ورا سؤال، وصلت لعندك. وليه ما وصلتش لعند اخوك؟ وصلت له وكرشني، طمع وحش بقى. طبعا، مش عايز حد يشاركه في المرتع. والخلاص؟ عايز اشتغل معاك. وانا اعرف منين انك مش مزجوج عليا من الدكش؟ والله جربنا. وانا هروح منك فين؟ ومع الايام هتتاكد. جاي البلد زي اخوك برضو، يد ورا ويد قدام. لا، انا لازم ارجع هنا اصفي شويه حسابات هناك كده واجي لك. انا موافق بس بشرط تقول لي هستفيد ايه منك. محدش عارف دماغ منصف قدي، انا اللي مربيه على ايديا دول، وجاني اخبار كده انه بيلعب معاك وملاعيب شيحه، محدش هيقدر يكشف لكم الملاعيب دي غيري. وانت هتستفيد ايه؟ احنا اكيد برضه هنبني من الحب جانب يعني. روح صفي حسابك
وارجع لي. شكرا يا معلم. السلام عليكم. عليكم. انت هتآمن للواد ده؟ انا ما بآمنش للتعابين. سبحان الله الاتنين راضعين من نفس الحقيقة. امال هتشغلوا معنا ليه؟ عشان طمعان، شاف الهلمة اللي في بيت الدكش، قال اشمعنى انا؟ عرف الحكاية، ريقه جري على الفلوس، والطمعان اسهل واحد تتحكم فيه. عليه الطلاق ما انا فاهم حاجة. عشان يا حمار، بكرة تفهم. السلام عليكم. انت فكرك لما تهربي على طنطا انا مش عارف اجيلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام 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 بيت رزالتك يا شيخة، انت لسه فيك الطبع ده؟ عايزة ايه؟ افرض بيخبط. افرض ايه اللي بيخبط؟ رايحة فين؟ هشوف مين اللي بيخبط على الباب. بقولك والله والله هو لسه مكلمني. هتلبشيني معاكي ليه بقى؟ مين اللي بيخبط؟ أنا يا ست أمم. أنت مين؟ صوتك مش غريب، بس أنت مين برضك؟ أنا نبيل اللي كنت جاي مع مرمر. ماشي ماشي. طلع سبع البرومبا بتاعك اهو، ما طلعش عفريت ولا حاجه. منك لله يا شيخ. انا قلت اكيد انتوا على لحم بطنكم من الصبح، جبت لكم شويه كفته وطرب. فيك الخير. معلش مش هينفع اقول لك اتفضل، اصل راجل البيت مش موجود. بس انا تصبح على خير. ان الراجل ده مش نازل لي من زور. بس في الخير، ما انا كنت جعانه قوي. يلا بسم الله. ترى انت جعان ولا شبعان يا حبيبي؟ فاكرني احوش عنك؟ لا، ده انا هساعدها يا روح نن عين ام ام من جوه. وزي ما اهل زمان قال، يا روح ما بعدك روح. ايه لو الجده ترجع وورس واخدك ونسافر امريكا؟ اكيد هناك في علاج للي زيك. هنشتغل بدنا واسناننا يا هبه، وهيبقى معانا فلوس كتير قوي، وهنسافر امريكا وهنتعالج. مين قال لك ان انا اقدر استغنى؟ الكلام ده كان زمان، ايام ما كنت مستقويه القلب عليه. لكن دلوقتي ما اقدرش استغنى عن ده.
طز في العيال. هناخد ايه منهم يعني غير ريحه التارلز؟ انضف بقى وكفاك شغل النجاسه اللي كنت عايش فيه دوت. ايه تراب وسحر وطول وقرف. افتكر ربنا عشان ربنا يفتكر. الله يفتكر عليك. هتحس بصوتك ولا نوم؟ لا في السماء وما في الارض. ذا الذي اشفع عنده ولا يزنه. اعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمي الا بما شاء. اسعى كرسي السماوات والارض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا قال ايه؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وانا نصحتك لو ما سبتش النجاسه جنك لسه موجود. لسه موجود.